بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه أوبيريسونس يعني فيها ديفو تمشي كونها ثلاث شماعات برك في الفرونتي، يعني في يعني الموتور وقت يبدأ في الأول تمشي ثلاث شماعات برك. والمشكلة هذايا حلوا الكلاس على خاطره، شافوا السوبابات، شافوا البسوارات، شافوا كل شيء، ونفس الديفو ديما موجود. بون هذه معلومة إن شاء الله نحب نفيدكم بها، معلومة هي سهلة بسيطة لكن في نفس الوقت صعيبة ومفيدة. وين موجود الديفو بالضبط وعلاش نحو كلاس وتعب زايد وما صوروش حتى نتيجة، ما حصلوش حتى نتيجة، خدم هيك. شفتوه تو الموتور كي يشردح، العملية سهلة وبسيطة، معلومة سهلة لكن الإنسان لازم يخدم مخه بركة شوي. برا اللي هنا ايش عندنا؟ احنا عندنا أربع شمعات وعندنا كولكتر فيه أربع شعب، أربع تيبات كولكتر يدخل في الادميسيون. يا إما عندنا نفس في الكولكتر يا إما عندنا نفس في جهة معينة في العدد. هو شنو احنا عندنا السلندر الأول هو اللي ما يمشيش، اللي هو رقم واحد. رقم واحد نجي نشوف ايش يخدم معاه، نجي نلقى يخدم معاه السيرفو، للسيرفو السود للسيرفو، والسيرفو باش يخدم، يخدم بالهواء. وإذا كان السلندر يضيع عليه الهواء ايش يعمل؟ مش ولي يخدم كي تبع سلندر. كي نحي السيرفو هكا، كي نحي الخيط نتاع السيرفو شفتوه ما تاثرش الموتور، فهمت؟ ما تاثرش الموتور، معناتها مادام ما تاثرش معناتها فما ديفو هنا في السيرفو. خلينا نمس السيرفو بصبعي، سمعت الموتور كيش الكحه؟ شفتوه الموتور كيش الكحه؟ شوف هذا يزيد السيرفو، ها جبته هنا دورته هنا، شوف كامل نحن شفتوه؟ شفتوا كيش يرد مع بعض؟ هاو بديت السيرفو مرة أخرى، شفتوه؟ شوف الموتور كيش الكحه وصافي ولمس عليه. ها ورجعوا هنا في مكان، لان السيرفو يتنفس. ها يقعد نفس الشيء، يرتاح نفس الشيء، نحيا هيك الديت وحط صبعك، حط صبعك، شفتوه؟ يعني سهلة وبسيطة، معلومة يعني يعني نجم ما تخطرش على بال حد، لكن الصناعي اللي يفهم الميكانيك في الليسونس بالذات ينجم يخرجها بسهولة تامة. وإن شاء الله تنفعكم المعلومة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيبوا البولونات بعد ما حطينا الكاش في بلاستو، يلزموا الرجل يتقد نظف البولونات، تغزلوهم البولونات كيش يخرجوا، كي يخرجوا ممسخين لازم ننظفوهم بالبروس هكا.
الكاش نحطوه. نجيب البولونات بعد ما حطينا الكاش في بلاستو يلزموا ريجت قد قد نظف البولونات تغزلوهم البولونات كيش يخرجوا ممسخين لازم ننظفوهم بالبروس هكا. كي نظفناهم جيبوا 17 نوصلوهم تو نوصلهم شوي منهم شوي منهم